سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تبعوا معايا هذا الفيديو كيف ما شرجت معكم في الجزء الثاني ديال هذا الفيديو اللي ديجا في الفيديو السابق هضرت لكم على كيفاش كيمكن لي نشري من الموقع شين، وهضرت لكم يعني شنو هما الحوايج اللي ما خصناش نتقلبوا فيهم بالعربيه، يعني الحوايج اللي خصنا ناخذوهم وما نتقلبوش، كيفاش نقدروا نشريو، كيفاش نعرفوا نشريو من الموقع. وهذا الفيديو هذا كنت وعدتكم انني غندير لكم الجزء الثاني ديالو اللي غنشرح لكم بالديتاي اللي غادي تشوفوا. هذه غادي تكون غير مقدمه، ما غاديش تشوفوني غنشرح لكم غير في الدقيقه الاولى، وغادي ندوزو انني نشرح لكم يعني وانتم كتشوفوا باش تعرفوا. لان كيف ما قلت لكم الحاجه ملي انت كتشوفها ماشي كيف بحال اللي انا غنهضر غير بحال هكا ونشرح لك غير هكا اوغال، يعني بغيتك تشوفي اختي ولا تشوف اخويا الموقع كيفاش كنستخدمه، كيفاش كنشري منه. ولكن قبل ما ندوزو لا بارتي انا نوريكم كيفاش اننا نشريو من الموقع، ما تنساوش تبخلوا على اختكم سليمه انكم تشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي ما شاركوش، ودعموني دعموني دعموني باللايكات ديالكم، ودعموني بالتعاليق ديالكم الزوينه، شاركوا معايا البنات التعاليق ديالكم، وقولوا لي واش حتى نتوما فايت لكم تقديتو من شين، كيفاش جاكم يعني الموقع، واش مزيان واش ماشي مزيان. عطوني التعاليق ديالكم، وباش ما تقولوش لي انت غير كتشري في شين 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 وسحب لكم عندي شي كولابوراسيون ولا شي حاجه. راه ما عندي خوتي لا كولابوراسيون ولا شي حاجه، انا غادي ندير لكم دابا نقدر نوريكم موقع واحد اخر مثلا، المهم نشوف شي موقع اخر باش ما تقولوش ليا انني اختاريت بالضبط شين. نخليكم باش تشوفوا كيفاش كنتقداو من الموقع. تهلاو ديال فراسكم، حماق عليكم البنات وحق الله. فقط كنتقلق منكم شي شويه ملي ما كنلقاش واحد يعني واحد التحفيز، اولا ما كنلقاش يعني ما كاينش واحد، المهم فهمتوني انني ما كنلقاش واحد التشجيع منكم كثر. ما كنعممش، انا ما كنهضرش على البنات اللي ديما كيعاونوني والبنات اللي كيتفرجوا فيا وكلشي، ولكن بالنسبه للناس الجداد شحال من فيديو حطيته يعني كيطلع في المشاهده ولكن الناس ما كيشتركوش، ما عرفتش علاش كاين هذا المشكل. هذا غنهضر عليه في شي فيديو واحد اخر خاص ان شاء الله. كنتمنى تفرجوا في الفيديو وتخليوا لي التعليق كيف ما قلت لكم. تهلاو ليا فراسكم وخليكم مع المقطع اللي غنشرح لكم فيه مزيان بالديتاي، ما غاديش نقدر نبان فيه غير هكا باش نقدر نشرح لكم مزيان. باي باي عليكم، خليكم مع نهايه الفيديو. دونك البنات كيف ما شفتوا انا غنعطيكم اكزومبل واحد اخر بيني ماشي بشين برومواي. هاد الموقع هذا حتى هو زوين صراحه، فيه حويجات زوينين، فيه ما يدار بالنسبه للبنات. كيف ما شفتوا كندخلوا ليني لو سيت اللي هو هذا روموي، كنبداو نشوفوا هنايا في لاباج الاولى. راكم عارفين اي شركه كتعطيك واحد لا بيبليسيتي اللي كتشوفي بها شي حاجه اللي مثلا دابا اللي كيشريوها الناس بزاف، هنا كتبقاي تشوفي عادي جدا شنو هما الحويجات اللي دايرين فيهم بروموسيون دابا. مهم في اي سيت كتلقاي لو ديبي ديالو هكا هاد يعني لي بوبليسيتي دايرين شنو الحوايج اللي دايرين فيهم البروموسيون دابا، شنو الحوايج يعني اللي ناقصين فيهم، وهادي وهادي وهادي. دابا غادي ندوزو كيفاش كندخلو الموقع. هنا فين ما كندخلو الموقع كيف ما كتشوفو قدامنا هنايا، هنا فين حطيت دابا لا سوغي بيان فوني، والاخرى نوفو ارومو، يعني بيان فوني بالنسبه للناس اللي ديجا مسجلين في الموقع ديال رومو، يعني مازال ماشي يعني اول مره غادي يدخل. سينو كتمشي للنوفو رومو يعني باش كتكون يلاه غتشارك جديد، كتقيد لي ميل ديالك ودوك المعلومات اللي غيعطوك تما، كولا كدير كري ان كونت كتسجل صافي، مره اخرى كتولي تدخل غير ديك بيان فوني، كتحط لي ميل ديالك مع الكود ها انت دخلتي. ولكن انا هنا غادي ندخل غير بالجيماي، اولا اللي بغى يدخل بالفيسبوك غندخلو بالجيماي. كتفتح لك واحد لاباج، المهم كتفتح لك واحد لاباج هكا نتوما كيعطوك يعني بيان فوني، يعني ديجا الكونت كنكريي وداكشي صافي. هنا كنبداو نشوفو الحويجات اللي غادي نبداو نتقداو، مثلا مثلا هادو غير اكزومبل، غنبقاو نشوفو هنايا مثلا شي فيست ولا شي بونطالون ولا شي حاجة باغ اكزومبل. هانتوما كتشوفو بالنسبة للعملات راه كيبانو ليكم، كاين الاورو كاين الدولار كاين يعني عطا الله يعني العملة اللي بغيتي كلشي كاين. فوالا البنات هنايا غنبداو نشوفو، هانتوما شفتو غادي نبداو نشوفو يعني الحويجات. مثلا نشوفو هاد لافيست، هاد لافيست مثلا 19 اورو و50. هنايا كتبدا تشوف يعني في لي فوتو اللي كيعطيوك
كيوريوك يعني من جميع الجوانب، يعني كيفاش دايره. سمحوا لي هذا الموتور بقى غادي جاي، يعني كتبداي تشوفي من جميع الجوانب، كتشوفها كيفاش دايره، يعني من القدام كيفاش كتكون، كيفاش الستيل ديالها من اللور، كيفاش في الكتاف، كيفاش في الجناب، كل شيء بالنسبه للي طايم مثلا اللي حاطين هما في هذا لافيست. وهذه هي الحاجه المهمه اللي خاصكم تردوا معها البال. باغ اكزومبل هما عاطينك هنا هاد لافيست هذا فيها غير الاس والام والال. هنا كندخلوا الطابلو ديال لي طاي وكنبداو نشوفوا، كنكونوا حنا ديجا عابرين يعني بداك السنتيمتر ديالنا، شحال كاين مثلا في لونغور، شحال كاين يعني في لي مونش، شحال كاين في البواترين، في لا طاي، في كل شيء. يعني غنشوف شحال كاين في لا طاي، اين طاي انا بغيت، وكنبدا نعبر. راه بعض المرات تقدر شي حاجه اللي تكون طاي مثلا غير الاس وتلقايها مثلا كبيره او هذا، وتلقايها بلوتو صغيره، وخصك تاخدي الام ولا تاخدي الال، يلا تلقايها. يعني هنا فين كيغلطوا البنات، وكتقول لك انا دومونديت واحد الحاجه، انا لا طاي ديالي الال، دومونديت الال وجاتني صغيره عليا. لا يا عبري، ولا الا ركزتي مزيان في اي موقع، ركزتي في الطابلو ديال لي طاي، راه تما فين ما تقول بيش. صافي، هنا كندوزو كنشوفو يعني اهم حاجه اللي قلت لكم انا في فيديو سابق، هما لي كومونتير. الوغ لي كومونتير كنشوف الناس شنو كيقولوا على هاد لارتيكل مثلا، واش هاد لارتيكل عاطينها يعني 5 ايطوال، واش كيقولوا لك بلي مثلا نفس داكشي اللي كتوصل اللي يعني كيف ما طلبتي كيف ما كيوصلك. بحال دابا مثلا هاد الاخت هادي دايره في الكومونتير عاطيهم يعني 5 ايطوال، ودايره حتى مصوره، دايره واحد لي فوتو كيفاش جاتها هي. الصراحه نتوما كتشوفوا زويونه زويونه، كتجي بحال اللي كاينه يعني في ليماج اللي دايرين هما ديال بيبليسيتي، بحال اللي كتوصلك. يعني هنا فين الانسان كيخصو يركز، ركزوا غير في لي طاي البنات، وحاولي ما تغلطي. صافي، ملي كنشوفها كتعجبني، كنشوف لي كومونتير، كنشوف الناس، صافي كندوز لا كوموند، كنأجوتيها في الباني. هنايا غادي ندوزو ردوا البال البنات، هاد البلاصه هادي كيعطوك ان كادو، كيقولك مثلا لفتي واحد 9 اورو كتاخدي معنا واحد الكادو. بحال دابا مثلا هنايا فايتين 9 اورو، يعني كاين 19 اورو فاصله 50، الو غادي نستافدو من هاد يعني شي حاجه فابور، علاش لا كادو. شي مره كيكونوا شي حوايج اخرين دي بروموسيون بحال هكا شي حاجه. هنايا كيقول لك مثلا على لا كوموند، مثلا لا ليفريزون تجيك فابور، ولكن الا فتي مثلا 59 باقي لك، يعني حنا عندنا 19.50 اورو تما، هما كيقول لك باقي خصك يعني 59 يعني وحده اخرى. يعني بحال هما دايرين في هاد لو مومون هذا دايرين مثلا لا ليفريزون حتى كتفوتي 80 اورو عادي يصيفطوا لك داك الشيء فابور، فهمتوا؟ يعني كل مره شنو كيكون، يعني كل مره كتبدل. صافي، هنا كنديروا باساج اون كيس، كنبداو نعمروا لي زانفورماسيون. وهنا عاوتاني خصني نركز مزيان، نحاول نحط المعلومات الصحيحه، لادريس نتاكد منها مليون في الميه عاد نحطها، يعني ماشي غير نجي ونحط لهم لادريس بشي هكا يكون شي غلط. صافي، مع النيميرو التليفون، مع الكود بوستال، وصافي. وكندير اجوتي او باني، وكنلقاوها مثلا هنا غنعمروا معلومات. وكندوزو يعني كنشوفو لوبسيون دو بايمون، واش غنخلص بالباي بال ولا غنخلص بلاكارت. اكيد بزاف البنات كيكون عندهم غير لاكارت. صافي، كندير لا كوموند ديالي. كيف ما شفتو البنات راه الطريقه ساهله، خاصك غير تركزي وتعرفي كيفاش تقادي هذاك الشيء، وصافي. هنا كتكون عندك واحد لا فاكتور، يعني واحد الغوزومي ديال لا كوموند، وهي في نفس الوقت بحال اون فاكتور كيبان لك فيها كل شيء. صافي، هنا الا كان عندك شي كود برومو كتحطيه، الا كان عندك شي دي بوين يعني جمعتيهم من عند مثلا رومواي كتحطيهم. هادو اش كيديروا لك؟ كينقصوا لك من يعني من لارتيكل، يعني كينقصوا لك من لارتيكل. ان شاء الله مره اخرى وندير لكم يعني على بالنسبه الا كان عندك شي كود برومو ولا لي بوين كيفاش كنجمعوا دوك لي بوين. ونفس الطريقه كيف ما كتبت لكم هنايا، كنشريو من شي بحال بحال ومن اي، يعني تقريبا راه نفس الطريقه في كاع يعني لي سيت اللي هكا كيكون فيهم هكا كتشري فيهم الحوايج. صافي البنات، هنايا بعد ما كملنا يعني كل شيء، شنو كيبقى؟ كيبقى انني كنمشي
يعني كنعمروا لي زانفورماسيون كامل اللي كيطلبوا لينا هنا على يعني لا كارت ديالك وكلشي صافي. ان شاء الله كتكون لا كوموند انك درتيها، كتبقى تسنى يعني البيريود وقتاش غادي يوصلك لا كوموند. كيف ما قلت لكم الا كنتو نتوما دايرينها انا باش توصلك يعني دي اش ال، راه كتوصلك بواحد الوقيته اللي وجيزه، درتيها عادي غتوصلك باغ امانه، راه كتاخد واحد شويه الوقت. كاينين البنات اللي تقدر تعطل عليها لا كوموند حتى شهر، حتى شهر و20 يوم، يعني عادي